هو راه خورنا في دار بلانستر دار بلانستر هما شتن نريح معاه وتبقاو غير تبقاو غير يضحكوا كيقيم ما كيديروا والو هاكي بغا يضحكوا ليا فهمتي ما باغينش يخدموا انا صافي قلت نخدم راسي ندير كلشي نبقى نكومبوزي راسي نخدم راسي ولكن ما تنساش بان راه خديتي معاهم اخي وليد راه ولكن هما كاملين عندي في الاستوديو اصاحبي علاش تبقاو تعيبوا على والو اصاحبي راه الموسيقى ما دازت ما جابت ولكن نتوما راه تجمعتوا وليتوا واحد ليكيب زوينه اصاحبي وخدامين نقي بعضياتكم علاش بغيت تخدم بوحدك انت شنو اللي خلاك دابا تبعد من الدراري ماما كي ما خدامينش معايا انت باغي تخدم دابا دير كارير ديالك بوحدك اه باغي نكمل باغي تسيباري من الجروب باغي نطلع راشين ديالي ونكمل راسي عاد هما ماشي عاوني راه عندي راتب راه وليا منك وشوف انا الله يسهل عليك انت عارفين انا بغيتك الخير انا ديما غنبقى نعاون لك اخي وليد باش تفهم انا دوك الخلافات بيناتكم ما كندخل بالخير عارف نبغيك انت تضر وهما ما نبغيش لهم الضر انا نحاول نجمعكم بعدا باش تفكوا هذا المشكل حيت راه بالي الاخر باغي يدبز معاك انا ما بغيتش توصلوا للدباز على ود هذا الشيء هذا راه ما يمكنش صافي استناني برا انا نقد حوايجي واخا
وانا بط معك لقيت مع الدراري وفي كوريا هذا المشكل ما بغيتش نسمع الصداع مره اخرى هو ليه واخا تخافش حتى اي حاجه تجي عندي انايا صافي الله يسهل لك انا غنحاول نقنعهم صافي واخا خالتي كاين سعد كلمي لي ياسر إلياس إلياس دابا حنا تنهضروا راسي حنا تنهضروا دابا شوي المشكل اللي عندكم انتم هو 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 عندنا حنا الدار دراري انا طاح بكم انا الموسيقى هذه كل واحد يشتري لا انا ما جبتوش انا اصلا هو شحال من تعيش يدير معايا انا شحال هو اصلا خدنا الانستري اللي كنا عوالين نديرو حنايا كان وشحال من مره باغا يخدموا معايا من الاخر حنايا كنا باغي يخدم معايا ديما معايا يخدموا معايا انا كنخدم في البيت انتما كل نهار كتقدوا روح شنو انا تنقول لك شنو خاصك شنو كنقول لك شنو خاصك مشيتي انت كتخدم كتقدر راسك كتريق راسك ما باغيش تخدموا ما باغي نخدموا ما باغيش نخدموا انت ما عالمناش تقول لينا صافي الله يسهل ما تكرهوش بعضياتكم وشي نتوما باقيين يلاه بعدين باغيين تكرهوا بعضياتكم نتوما ولاد الحومه تخربقوا صاحبي الموسيقى راه ماشي هكا صاحبي انا مشيت في موسيقته يدير اللي بغى في موسيقته هو حر صافي بغى يسيباري هو عنده كونسيبت ديالو نتوما ركزوا في الكونسيبت ديالكم انا معاكم ومعاه انا ما ضد حتى شي واحد ما عنديش مشكل يكون خلاف بيناتكم ولكن ما يتحداش الموسيقى قالوا تي فيديو هذا المشكل هو بغى يشد الكارير ديالو هو بس هل احنا ما قلنا له والو غا فعلي شي ديال النهار خاطر يقولوا له من الاول دايرين على اننا غنطلعوا كاملين ودايرين في الثقه وكلشي بحال هكا عمرك جيت عندي قلت لي دير لي شي حاجه قلت لك لا ولكن علاش البيض خصينا ننسى في اخر ما بين لي معايا والو دير معايا شي حاجه غنتعاكم قلت لي غندير معاك شنو انت ما كتقول لي والو بس ندير معاك انا تبقى جالس كل نهار كنجي انا اللي كنريح في الاستوديو تنقاد كلشي ولكن حنا كنكون كنعرفوا شي حاجه كنت قلت لنا ديرها نخدموا معاك وكنقول لك سير جيب لي ما فيهاش ما قاد ندير والو نقول لك سير جيب لنا شي حاجه محتاجه قلت ما قاد ندير والو خدم معايا نقول لك دير شي حاجه انت ما كدير والو على الاقل دير شي حاجه صغيره يلا كيوقع وانا مش حالة ديك باغي نسولكم علاش علاش اختلفتوا ما فهمتش انايا صافي نعرف الشيطان سير دخل في حالك شنو كدير نتوما هاني كدير مع قرايه صافي ناشطين مع الدراري وصافي الحمد لله الله يسهل امورك صافي ما ديروا في راسكم والو ولي تا ورا اخوكم ولد حومتكم بغا يخدم الراس وخليه الله يسهل عليه صافي سير دخل في حالك اسهل شوف سوي دير البيت
السلام عليكم. ليو تنموت على الكلاب. واش ليو هذاك السيزار اللي عندك راه نادي تهو طالع قايلي ماك يا ماك. عندي البارح شفته جلس عليا ضربنا شربنا قهوانا ويا داكشي ودار معايا غير رجع عندي مرجع. انا حتى ما رحت كنصلح اخويا داك البيت ديال السي سي كديتو شويه الصلاه. ايه انا داك الشماته صاحبي جد لي كلب من حد الباب ديال الدار صاحبي راه عمر شو واحد سطام عليا شاف الدار ما عرفتش اخويا والله ما عرفتش اخويا انت عارف شنو كاين صاحبي انت مربين على يديك صاحبي وعارف شنو كاين عمرنا ما درنا لك رساله وجاب السلم شد ليا كيف والله خويا الياس ما شفتوش انا عاد خويا الله لا والو ناوي على الرزيج اخويا الياس صافي حق هادشي اخويا واخويا دور مشي خلوك شد عقلك كاع وضربنا الحبس بغينا نلبدو نديرو حنا دوكا ما خلاونا كاع وبرب بلاد الزالي اليوم والله شنفاري معاك والله خارج على ودو اخويا الياس والله الا خارج على ودو برا كان باقي عنده الدار وباقي عنده راه عنده اربع دار ودابو ولا شد هذا غادي تعاود حسيتينا صاحبي يا ريح انا غادي ندفع معاه انا غنجيب الله يرحمك لا ما دابز لا بلا ما تقيسو صافي الله يحن عليك ريح انت سدوتو سدوتو ريح باش تخرج مع الكلب وراه عارف انت علاش مخرج الكلب راه انا معول فيها على الكحل ما نكذبش عليك والله وش حقدني بالرب كذبش عليك ساقط على واحد الوضعيه ما كايناش ديال بصح كي دار صاحبي جيت تري كلب انا من عند الدار صافي والله اليوم واش هذا الفراغ والله حافظك اخويا ايمن نكمل القهوه ديالي نمشيو مكاري واخويا واش هكا هما ما عادش بغا لهم صداع ما عادش بغاش ليهم صداع هذاك كابر حدايا صافي راه من الصور ما بين عليه انت عارف Mon visage vide.
كيلو سردي طارق الشوايه انا غير دير مو معكم شوفوا داك السمايل ديال يوميا كنبحوا معاهم واللي عواز لقات الدم والتمال سهل هادي هما بنادم واش بنادم يدير عقلو كاع انا ما كيقع عماد ولا تبغي رجعونا للحبس عاوتاني دير امو ولا ما تمال لا كاع عماد وعينا ما نضرب السلاك عينا ما نضرب القنب هاني شد راد اليهود هادو حاو رجعت قبل سكنت تبعينا تبعينا اللي خصكم تقادوا هاد الامور خصكم تنقيو هاد البلايص وخص الدراري هما اللي يجيو ويحطوا هاد المسائل ديالهم ما تخليوش بان براني غيجي غيكفصكم الدنيا وانتم اللي كتحملوا المسؤوليه هاد الناس اللي تناقشت معاهم نهضروا معاهم دابا ونفكوا هاد المشكل ونحافظوا شنو Thank you.
في الحلقه ديال النما ديال الكارت فيزيك اللي كان عطاها لك النهار كيفاش هاد التلفازه هما يلاه جمعت هاد الكتاب فيها السيره صاحبي رانا نقلب حيت صافي ما كنعرفش نعيش وسط الناس وسط الناس كيف يحوني يعني. كيف شي تعملوا معي أخيرا موت على ودك خانت بنت على ما بعدك ما بقى شوق طالما بقى شوق انت عارف اني ما مرتاحش انت عارف اني وسط منكم ما مرتاحش Oh.
شوالي معنا مشاكل عائلية أغلبية مشاكل عائلية أنت
اعتقالات اعتقالات ديال شحال هادي ولا ديال دابا؟ انا اللي سمعت عفا عليك الله. المشاكل عندك مشاكل في المنزل؟ المشاكل مع والدي وباوشي وباوشي شو معنى داكشي اللي بغيت انا وداكشي اللي باغي نشوفهم فيه المستقبل انا كنشوف كلشي على كنزور من جهه وكنزور من جهه عرفتي تسترس حق مرض الناس شوف اولي كلشي تيبان خاصك شويه ديال ما كنقدرش يا دكتور راه كثرت ما كنقدرش ملي كنعيش بوحدي راه كنعيش بحال الحمق انا قلت لي كثرت من هادشي دابا تيبان تيبان ستريسي شويه والستريس راه حنا عندنا الدواء ديالو اللي ابار لي ميديكالمون كاين كيفاش كيفاش نريكلو هاد الستريس سون ميديكالمون لا لا شي كاع شي كلشي اللي دوز شي كلشي اللي بقى تعاود ان شاء الله كلشي اللي بقى تعاود صافي اون ديمار او تريتمون سي بون ان شاء الله مرحبا شكرا على السلامه ميرسي نهارك مبروك Thank you.
راه يجلس لك يا ضمان احرق عالي انت ما خليتي لي فين اجمع ليه ما كتقبل اكبر البلان فقط قدرت تعيش بعرف ديالك تدرك الحبس وخلاك من قابس ما يجيش اهو الضمير ديال فايليس تاب شوية انتي ما تعيش انت ما تبقاش تكذب على الناس ديما سالت لك انت ديما الغواة والعنف كلشي عندك بالعنف علاش حياة ماشي بخير ما خليتيني انا نتحكم فيك ما كناش انا وصلتش كنتي تدخل على راسك كنتي تضرب راسك كنتي تصبر كان يكون ايما قول الله سبحانه وتعالى ربي راه يجازيك ولكن انت زدتي بغيتي مبقيتيش كتشوف اجي معايا تزيد معايا القدام راه غنزيدو بجوج القدام ولا بغيتي تبقى في هاد الحالة هادي وما خليش تعيش قراري قلت في الحياة ما بغاتش العيب ما بغاتش المشاكل ما بغاتش الأذى من انت بقيت تفكر في شي حوايج خايبين داكشي علاش انت خساريتي هاد الطريق انا في غتموت تهلا في راسك Thank you.
سعد لاش تصور معنا.